عالسلامة ومرحبا بكم. حسيلو جاني فيديو من عند جوجو عالطاير. الكرسي هذا هو من عشنو يتسمى، المهم هذوما متاع الطواول العاليين. خذيته خردة على الاخر، بدل لي شكري الطابوري متاعو، مشي هزو لك اللي غلفولي بالسكاي اكحل ودهنهولي. هذي حبيته لسمية، خاطر سمية تحب نوعية الكراسي كيف هذوما، كي تشرب قهوتها في الصباح. ربي يفضل لي خويا ويفضل لي جوجو، ربي يبارك فيهم، فرحوني بالحق. هبت شوفوا هبت الشيره هذي وحليه تعرف تو هي تحب هكاك توا، لازم تو شوف حالي هكاك كيما حبته هادي. هاي بدينيكم نقول لكم صباح الخير، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عصفور فوق كعصفر أو كل خير، ثلاثة فوق في العشرة في العشرة متاحهم. نهير اليوم بارد مطر اسمه غرنو باي كيف كيف حسيلو سماش قاسم عنده برشا سامي ها؟ غرنوك حاج قاسم قول صباح الخير خاطر نوري فيك طبعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هاك تشوفوا خارجين الصباح، فهمتني ولا لا؟ مرحبا بكم وأهلا وسهلا بالجميع، إن شاء الله نهاركم زين ونهار نهار بحمصة بالقديد، سخون هكا. فما ناس ما تحبش القديد. ولا تحب المحمصة، مالك؟ نحبوا المحمصة، يعملوا محمصة بس باللوبيا. بالحليب. خرجنا اليوم، عندنا خرجة اليوم. اليوم مش تصب باش نمشي نعملوا طلع على الثانية، مو تعرفوا خاطر يلزمنا نعملوا كل يوم طلع، سواء كان وحده ولا انا معاه. اليوم ماشي انا معاه خاطر سي سيبو بكر روح لدار ربي يواجهه خير، روح لعائلته. وعندي قضيات، عندنا قضية اليوم مفرطة باش نصور لكم شوية شوية ان شاء الله. اما حبيت نوريكم الامطار ما شاء الله، ان شاء الله يا ربي غيث نافع يا الله يا رب. ان شاء الله مطر، يعني ظليم الدنيا، ظليم تاع مي برشا. او ما شاء الله سليمان، طريق سليمان معبي بالماء، معبي مالك الطريق الاخر نتاع قرب هذا كان الفوق والسواق هو الفوق في الوحده نتاع يا ريت قريب لنا في شوف الماء البحر والشربة تمطر ياسر لك لهنا اش نقلب لكم الكاميرا شوفوا المطورات بالحق أكثر من درجة يعني شوف أنت من زكي صبة توا أكيد لا تجي تقابيت من البارح من على الأقل حاجة من الفجر خلط له مني هنا شو شو المية من هنا شو 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 الأجنبي شو من الكهرباء أنت صبت في البداية أكثر من هنا شبيه بالله الرطبة دابا ما خاطر من واحد سخانة نفس والشبيك مسكر حل الكليمة تزيد ولا ذا الريق اللي هوي على الأقل إن شاء الله نلقاو الخضرة منصوبة خاطر حاجتي بالخضرة الصوت نتاع يا سليمان يا الله يا ربي ما تصورش السوق يبدا محلول الخضارة ولا حاجة الخضارة ما نصورش محلولين على هالمطر أما باهي للخضرة الجرب اللي زار الجر والخضرة هاي الخضرة والنباتات كل إلا القمح إلا القمح شوفوا شوفوا تبارك الله ما شاء الله ما كناش نتوقعوا تسكر الحليق ما زيقويت يعني كل عبتينا حتى
تونس؟ هذه تونسنا. صيفنا ولا شتاء؟ الناس الهيواني يقولوا بها. ما عادش عارفين. سبحان الله. لا عارفين صيف لا عارفين شتاء، دخلت بعضها. هاب صيداوي. فما خضارة اللي مغطين بالبريكة هذوك اللي بياكلوا الخضرة تو نلقاو بعض. القهوة محلولة شوية برك. واليوم حد نسيت، ما متعودة أنا لحد نبدا في دارنا، المرة دي قلبنا الموضوع. أنا روحت بالسبت ولحد باش نكون هنا، خاطر عندي قضية في الدار وفي الشارع. كيما تو جاي مطر إن شاء الله نلقى، أكيد نلقى خاطر موجود الخضارة. دخلنا لهنا عليه. قعدت باش نخزر لك أنا باش نتكلم بعد، قلت أكيد عنده ماشي البلاصة. إيه دخلنا بالكياس صغير بروحي. خليت بني خليد وماشي. الكياس غلطنا. مش مشكلة. مش مشكلة. ما بعدناش بعيد. الكياس الكل دخل على بعضه. ما بعدناش بعيد. تخرج من كياس تدخل في كياس ترجع للكياس بيدو. شفت مطرت تصب وتقص تصب وتقص منزل وزف برا توا نزلنا نخرجوا كيف عم يصيبوا ان شاء الله وصلنا لقبة ليغا كتعديت بالنسبة للناس اللي تجينا في الصيف إن شاء الله. هذه ما قلت ليغا أي هذه هاي يعني. أو مقابلة بالمسجد نتاعها بالمدينة الصغيرة نتاعها. سهلة برشا. المسجد هذا معروف مسجد قبة ليغا. أو قبة ليغا. خاطر متابع قالت لي راهو ما تتقالش قبة ليغا. أنا خاطر مكتوبة قاف. على ننطقها كما مكتوبة قبة ليغا كما قربة ما مثلا مقاف ما تجيش تقول قربة والقاف قبة ليغا مكتوبة قبة ليغا فهذاك علاش انا معناها خاطر نحن نعرفوها قبعة قبعة القبعة القبعة الناس يقولوا لها قبعة لا هذه مش قبعة هي قبة قبة القبة مش قبة قبة سيدي سيدي سعيد قبة شو اسمها حليلة احنا قلنا مشكلة حبيت نوضح لها كاو علاش انا نقول قبة ليغا على القاف اللي فيها كاو اما هي صحيحة قبة ليغا قبة ليغا الناس الكل تفهم لا مساح حتى لا مساح ولا مساح في المصطلح ولا كيفاش يقول فيه شنو معنى المصطلح يعني الاسم يجي كما يجي يعني انت النطق نتاعو صحيح هاي بالضبط هاي الاسم هاي سمي كما تحبي ومفهوم الكلمه هي مش مفهومش ايوا زدت كي قصه تو قريب نخرجوا احنا للدار انا قلت تو الهبطه ذي نقوى مع بيب الماء لا لا الماء انا عندها ويتيز اي بيه ينوى الكيس ماهوش حفره أنا وصلنا تو يهبط في روزيا أيوا أي 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 بلبست هذه باش ما تمسخنيش حتى كي تمسخني نحيها ها ماما ها شفتوا اش تعمل هاي ها ها هذاك البوسة نتاعها لا غالب ها مش خلي هاني جايتك أنا زادة باش نتفرج في الجيب نشوف اش عملوا نسيش خليها تمشي بسم الله ترى ما خليتك كنهار خاطر مزيلت ما شاء الله ما نصورش تعبيت بالماء ها شوي برا تقع هاوك تبلد على الاقل ايوا هذه ال القمة هذه هنا طبعا مش لازم نخزر ورد بالك بابا بابا هاي ما هاي قمة صغيرة مش كبيرة برشا ماني على التبعة بالعاني هذوما الخطام تاعهم رد بالك على الكلبة هذي تهبط فيها شكون باش يطلعها كبيرة مش كبيرة برشا شو تكفل اما باش تقعد تراب اللوطة خير باش تشرب الماء ايوا وهذوما الخطاوات كي يشيحوا يحطهم فوق هو
شارجع هو ولا كيفاش؟ نسكر ليه انا نسكر عليه بالتراب من هنا نسكر عليه بالتراب من هنا نعمل لها سيمان ديس عامل لهم يدينا نحط لهم من غاديك وحده عامل لهم زوز خطويت زوز يدين باش زوز عبيد ولا قداش من واحد لا ده مش لها حتى شيء اذا كان في وسط حديد هو حديد. في وسط حديد هو ما تخافش منهم يعرف هو هاي ماما هاي طلع لي هاي 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 العصافير زقزقوا فرحانه على نهارين انا ما كنتش في الدار جبناها باش تتفرحد هاي هاي ماما هاي بالله مش نحل ليه عاطف نعطيك صباتي فاش كي هاي هاي نمشي هاي اجري اجري بري بري هذه نتاع الوحده نو نو اي اي ستوب ستوب شبي طايح هذه اللوت انت بالعانيه نهزوه نبدلوه اوكي خليها على جنب ولا دخلوا لداخل الكراج باش الماء كله يهبط في الجيب يا هاي هاي بر يا خيتي كعامل عليك بالعاني والله لا يا مش هطلع سيبها اش فيك تعمل لك هيك بالعاني زعما زعما هاني نجري وخلط عليا زعما زعما نجري وخلط علي سيدي عاد سنة ما تهربش عليا هاي شدتني اخس هاي الصبات ما نعطيهولكش في السيف في الشتاء هاي جنورتين والله العظيم ما خلتيش نمشي خسرتوها هاي فما عصا هاي هاي ابحتي هاي اسمعي تاتيك انا ما تعرف ما نحبش التاتيك من تاتيك راني هاي اقعدي اقعدي هاي وا هاي تك 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 هاي نمشيو لداخل هاي نمشيو لداخل هاي يجي هاي هاي طلعت الفوق هات يا عالي برشا على البيسين يغرق اي نو بالنسبه للناس العوامه ما ثمش حتى مشكل وزيد احنا خي احنا باش نعملوا بيسين احنا مو مين هذاك نتاع جيب نتاع غسلين نتاع الدنيا باش احنا باش نعوموا فيه يتمسخ لنا اي جيت اي جيت بسم الله عليك زلقت زلقت مستينه زلقت راحي تجري تحب تحل البيئه بسم الله الرحمن الرحيم توا انت شنو باش تعمل خدمتك انت بالذات انت على هذوما نتاع الضو باهي اختنم الضو ضو خدمتك هذاك معروف انت باش تركبو انت والفايونس وبيت البا والدوش فايونس ودوش باش تركب لهنا كيفاش تعمل؟ جديد حتى لهنا نص بركة؟ ايه ترى هاي 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 حتى للشباك ما فرق حتى للشباك هاي داير سيرة قلت هو الأحسن فوق ما مسيتش ما دامش تعملها أنت يزي نص يزي للشباك يزي فيه البركة وباش تركب التواليت أنت وكل شيء والحفرة وين يا أخي نتاع التواليت حق؟ اي باش مش من لوطه معناها بيبي على جنب معناها باش تنقب الدوش باش يتعمل لداخل الدوش مانيش عارفه علاش حاسه معناها حابه مش حاسه نقول لك كان جولات لبرا والدوش لداخل انت برمجت كيكة ولا هو يلزمك كيكة ما يجيش خاطر التواليت ما يجيش الدوش الاولاني والتواليت الاخر يعني انا نتعدى من الدوش ونمشي للتواليت يبدا واحد يعمل في دوش وانا نحب نمشي نستعمل التواليت مثلا ما تستعملوش التواليت واحد يعمل في الدوش كي انا نحب او ضيفي جاي مغسور من برا من الشارع اش عملت؟ شنو هذا؟ يبي 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 كل ده هذيك كورة يا يدي تيدي يا طفلة تيدي يا طفلة خل بسم الله عليك بسم الله عليك بسم الله تحب تجري طلها طبو بو بو رمينا بالقغادي بعيدة شوية خلت شيخ عليه
يا علي يا علي يا ربي عفسين شكاهو قاعدة تعس على سيقك يا حلوفة تعس تعرف تعس على سيقك ترميها ولا ليه ايوه هاك لقيت قاتك حاجه اخرى برا امشي قاتك برا خذ الاخرى ما عادش تشبيها قاتك هاني تحب تجي شفت علاش نزمنا عاد يزي عاد مالو كان شفتنيش تعضني مالو كان شفتنيش تعضني خليه 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 شفت علاش يلزمني نجيبوها الانرجي نتاعها كلها تخرجها في الثانيه يلزمها ديما تجي يلزمها اما هيا هيا روزي هيا لودي هيا لودي يا عمري يا عمري يا عمري يا عمري يا عمري يا عمري فرحان اقسم بالله تشوف الفرحه عليها والله شي سو اكسايتد شي سو اكسايتد تشرب شربه مات بالريقه وطش الله لا احنا نعيا وهي ما تعيش من اللعب تراها نشوفها وينك تي اش تعمل غادي استعمل غادي اش فما تشرب في الماء نتاع المطر يا حسره شكون يلقاه ماء المطر تشرب فيه هي خلينا نعمل طله نوريكم هكا حاجه تسرح القلب وتقوي النظر بالحق شوف هذا تعرفوا في بيننا نهار الجمعة واحد متواعد هو نور الدين باش يجي قدنا هذا كله هذا كله الحشيش باش يعملوا نور الدين بلاط الراجل باش يجي اما هو كان المفروض يجي نهار الجمعة والسبت ما كانش فما مطر زادة باش يعملهم الكل وخاطر برشا شفتوهم برشا ومن هكا السنة كلها ويعملهم قوالب بالا بالا بالات يعني وبعد احنا كان باش يعمل نور الدين البكر يخليهم للروحه ما كانش نبيعوهم يبيعهم نور الدين لكن الله غالب الراجل ما جاش هنمشوا له توا نور الدين ما يجيش نتفق معاك هاو هيا مانا بالله هيا انتي هاي يزي من كلمة غدوة سمية باش تجي صيي حبيتها تتعمل قبل ما تجي سمية والله منظرها مش مليح خاطر هكا يا ولدي نتفقوا معاه شو ما احلاه كلمة غادي عاملها ومنحي الحشيش جارنا هذايا شو منظر ما شاء الله عليه اللي من الغادي بكل له تقصد اللي غادي اللي بعد السنة هذه هاي هاي تعبوا عليها برشا مبروك عليهم ان شاء الله ريتو هاي تو نتعداو غادي نشوفوه من نكلموا الراجل اتفق معاه تلقاه اليوم اخزر لي اليوم حد حقه ولا تلقاه في الدار المره فاتت ما لقيتوش غادر يخدم على روحه بدلنا الكرهبة خاطر الاخرى صغيره ما تهزناش احنا وسميه من المطار احنا اربعه من الناس انا ونور الدين وسميه وضيف سميه واحنا عندنا روزي ساعة تخرج معانا قول هذيك من تالي مش مشكلة حسين محلية تقص الهوية هبل والله يا بنات هاني في راحة من عقلي لو كانت تقدلها الماء والضوء ما نبدلهاش السكنة هذه نسكن فيها أما في الليل برك قلت له في الليل برك ما نحبش نسكن فيها أما في النهار نقعد من الصباح من الفجر ليل تيح الليل وأنا فيها ما عنديش مشكلة بعدك نمشي نهبط لداري في سليمان هنا هبطلوطاي هبطلوطاي هبطا امام هبطي شو محلى شو محلى الفيو حتى من هي احنا واقفين هي واقفة مش تقعد علينا هذيك جيبي استنى فينا طبعا ليه ما نمشيش انا اي برا على روحك انت يا منى ليه ما نمشيش طبعا تقعد تلقيت تتعبى بالسبيدري ولا كيلو نص كيلو في كل فرده تك علي هاكا معاك روزي تعمل معاك دولا وانا انا خليني هنا نخزركم من بعيد هاي مطر بالحق هاي بليت انا هاي ماما هاي ايش هاي هاي روزي هاي ايش هاي
هاي هاي هاي اجري اجري المطر واي. لا لا بس هاي ما هاي هاي روزي ان شاء الله هربت حتى هي تعرف المطر. مالها ندير نسكر في الباب. الكلبة ديجا حطيناها خلينا نطلع عليها من الشباك. هلو ماما هلو ماما تغش عليا متغش عليا انت لفت وجهها غاد متغش عليا الله غالب الله غالب الله غالب الله غالب الله غالب الله غالب. لا لا ما مش هني كوبا في كوبا كوبا في كوبا. سيدي هيك اعطيني واحدة كلمة سعيدة ليك. مسكار. زيدتوا الباب؟ يا ماما خاطر زوكي صباح. هي الباب الحديد فوقيني. معناها بنيت الدار قريب الباب. اي ما بيه صبا عارفش نجي لهنا باش نقضيو شويه خضره. السلام عليكم. كانك لهنا ما يستعرفوش في القراع بوتازين بوتازين. وعندك القراع الاحمر؟ ها عنده شويه ظهولي ولا عنده اكثر. شنو تحب ناخذ؟ بطاطا؟ خذهم ليش كبار. بطاطا مش كبار. بطاطا شنو بطاطا؟ هذه شنو؟ كيفاش؟ هذه؟ اي كيما هكا هذا يبدا ما تكونش خضرا. هذا نزيد انا نعمل طلع في السنة خاطر البني خدم وروح البارح فهمتني شوي صغار السومية. اي هذوك صفا زيتا. اي شنو هو ودي الكاميرا شوية ودي الكاميرا في الفرية تاخذ شوية. أنا مختاره مصغرين. خذ شوي في السعني وحار الفلفل. ما يصغاري هكا هكا. أيوه. اختارهم انا مستويين تاع مقلي. ولا محشي ولا حاجه. نزيدو انا شويه نزيدو كعبات مط. عندنا تشالين نتاعنا على اليوتيوب. ايه عندك عندك تليفون انت تفرج في اليوتيوب؟ ايه عندنا تشالين على اليوتيوب. ادخل عليها تعطيك كلمه تعمل سبسكرايب تعمل ابوني. عندك كونت في اليوتيوب؟ لا هي تعمل كونت. ما كانش ما تنجمش تعمل ابوني.
لا حتى من غير كونت اذا كان يصب تلي يصب اليوتيوب معنا شو تتفرج اما ما تنجمش تعمل لايك ولا حاجه اي اما ينجم يتفرج ينجم يا محمد رسول الله طبعاً ثلاث بنينا لا دي جاونا طفع زعما بيه هدايا عربي معروف الخوخ العربي برقدان حلوة عندكم؟ لا حلوة لا ترى يخرب ايش حتى ما عندي شيء يخسر منه ديما راجلي القال الخضره نتاعو بيا قعدتي وهاديك غاديكا يعني جيت كاي بما اني ما كملتش خضرتي كلها ماكل النصبه هذيك فمشينا لبني خليل باش نكمل الحاجات اللي ناقصتني مش حاجه كبيره نمشي للسوق باش ندخل مال باش ناخذ شويه سفنه باش ناخذ سفنه يا باش ناخذ قرع على الخضر ونزيد شويه قرع احمر ومعدنوس وكلافس وكلافس شوف شوف قرع احمر اعطيني شويه قرع احمر بعد ما كملنا قضينا من سوق بني خليط طبعا مطر واحد مش ناصبين البر كاو كملنا ونقول لكم ان شاء الله دمتم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبالسلامه بالسلامه